انا شفته يذكرني بشايب، قاس عليه بشايب زمان يوم كنت في الامتياز زي ما تقول سنة تدريب بعد التخرج. فالكويت كان عندنا مريض صاير عليه حادث وفي العناية، عرفت؟ سلم. هو جاء زي الضربة كذا في الحبل الشوكي، ما هو قطع ولا شيء، خدمه ايوه تأثر الحركة عنده ضربة في راسه أثرت بعد على جته غيبوبة. قعد فترة كذا، ونحن تعرف تخصصي علاج طبيعي، اشتغلنا في العناية المركزة نروح نحرك مفاصل عشان ما تصلب، نقلب الشخص عشان التقرحات. قعدنا معه يمكن أسبوعين إلى ثلاثة في العناية، شنو بعد 3 أسابيع بدأ يرجع للوعي. خلاص طلعوه من العناية للتنويم تدريجيا، بدأت أشتغل معنا واحد من الشباب لين ممكن خلال 2 ولا 3 رجع يمشي. تذكر معه شايب يشبه بالي، هذا اللي خلاني أطير فيها. طبعا ترى صعبة هي الرجعة، لك لازم تتدرج في كل شيء. بحيث ان اصلا وهو في العناية تجلس تحرك عشان تحافظ على المرونة عنده، مرونة المفاصل، حركة العضلات عشان ما يتصلب. بعدها يوم نزلوا التنويم بدينا نغير الوضعيات جسمه، تقلبونه. ايه لا حتى هو بدأ يصحى، خلاص بدأ يدرك. صرنا تدريجيا، مرة ممكن نقعد معه أسبوع كامل بس نعلمه كيف يجلس. يا رجل. إيه والله. بعد الأسبوع اللي بعده كيف يجلس، إذا كيف يوقف بس. أول شيء يوقف أصلاً حتى في الجلوس تدريجياً. أول شيء جلوس مساعدة، يعني تساعد أنت في الجلسة. بعدها جلوس مساعدة خفيف. بعدها جلوس باعتمادها. عرفت؟ إذا صار يعتمد على نفسه في الجلوس كامل، صار يتوازن، تبدأ معه في الوقوف زي نفس الطريقة، وقوف بمساعدة، وقوف بمساعدة خفيفة لين يبدأ يعتمد على نفسه في الوقوف التام، يتزن. بعدها تبدأ معه في الخطوات، تساعد. هي 3 مساعدة، مساعدة خفيفة، اعتماد تام. فش اسمه صعبة والله. كنت معنا أخوي ذا لين رجع يمشي. خلاني أذكر موضوع ذا الشايب اللي أقول كان مرافق معه أبوه. يا شيخ الأب والأم ما تجزاهم ولا تقدر تعطيهم توفيهم حقهم مهما تسوي في حياتك. شوف الأم وطن وأمان. والله إني صادق، يمكن لي طلعت أنت برا البيت، رحت تصلي، رحت تجيب أغراض من البقالة، رحت ورجعت البيت، أول اسم تذكره شو؟ يامه يامه يامه. حتى اذا ما لقيت حتى وانت ما تبغى منها شيء، تجي انت يا امي يا امي. طيب تجي لعندها، نعم ايش تبغى؟ ما بس تبغى تتاكد انها موجوده، تاكد، تشعر بالامان في البيت. الام امان. شوف نبي الله عيسى عندما نطق قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اذا العقوق يجعلك
يجعل فيك صفتي الشقاء والتجبر، هذه الثنتين. الشاعر يقول أمك ما غير أمك وطيب الأجواد، فرصة حياتك ضمها وتنمها. وحمد بن جروان يقول أمك اليوم انهرضت عنك وبوك، باقي البشر ما هم هرضاك ورضاي. قصيدته هذه مؤثرة أيضا. كان هو مريض من محاربي السرطان، حمد بن جروان الغامدي من محاربي السرطان من تقريبا 10 أو 12 سنة إلى الآن. الله أسأل الله في هذه الساعة أن الله يشفي. اللهم طبعا أنا أتابعه والله ما يربطني بعلاقة شخصية. ويقال أن أخوه مرض بنفس المرض، أخوه اسمه سعيد مرض بنفس المرض، ولعل المعنويات نزلت عند سعيد هذا شو. فقال حمد يا سعيد شد الحيل واصمل وانا اخوك، واصبر مثل صبري على جوردن ياي، ادري مرضك تعبك والناس بذوك، واللي تجيب اقصاك ما جابت اقصاك، تعبان لو تاطع على الجمر والشوك بلواك والله ما تجي ربع بلواي، تعال دام كل مشروك مبروك، شاركني بلواي شاركني الراي، خله يزيد الحمل وجماله بروك، وخلنا نعيش اليوم لا ترقب الجاي. الناس لو تملك ملايين وصكوك في دينها ما تملك دواك ودواي، إذا معينت المسرة إذا معينت المضرة ما سروك، بشر ضعيفة كان هياك وياي، فخالهم يشوفونا على مزح وضحوك، وش تستفيد إن سمعوا بكاك وبكاي، أمك اليوم انهرضت عنك وبوك، باقي البشر ما هم رضاك ورضاي، أهم شيء المعنوية وأنا أخوك، وباقي الدعاوى يجعلها بداك وبداك. الله صح الله لسانك. الله يصح بداك، الله يصح لسانه، يعطيه الصحة والعافية ويشفي. نرجع لموضوعنا، أمك قسما بالله الرجل البارح كله وش سبب عامر؟ انا اعرفها قبل، انا اعرفها قبل الشهره واعرفها بعد الشهره، اعرفها قبل الشهره بعد الشهره، رزقه ربي فضل الله، من فضل ما يقدمه الوالد، ما هو الحاله هو اخوه، ربي موفقينه وميسرين أمره. يعني ذلك الاثنين اللي كانوا موجودين مع كلهم، أقول لك بس الرجل دول أنا ما أعرفهم قبل يشتهرون، لكن عامر يوماً هي من القرابة ولد عمي فأعرف، لكن شوف الرجل هذا كلهم كل منهم يتحدث عنهم بروا في أمهاتهم وبروا في والديهم في والديهم بشكل عام، وقوم الله يحفظه. بعضنا شوف في فقرة الأم قلت إني أقوى واحد، أنا أقوى واحد، أنا اللي ما بتأثر. ويوم سمعت صوت أمي والله العظيم كأني طفل، ولا أدري كيف تعديت الموقف هذا كله. ليه؟ أولا في مبطي منها، ثانيا ما سمعت صوتها من فترة، تعرف الوضع في البرنامج وأثروا علي الشباب، عبد الله الحربي حشر والله كلهم، سالم الغامدي ناصر بريك أثروا علي، إبراهيم عواد، يعني
الله معود تشوفه يعني رجال كبير برزته برزته طول وعرض وما شاء الله تبارك الله. يوم سمع ان امه موجودة طلع يسعى كأنه طفل. فمك ما غير امك وطيب الاجواء فرصة حياتك ضمها واغتنمها. وصية الرسول اصلا من قبل. ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال من احاك الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. والله الوالدين بشكل عام انك مهما سعيت وبذلت واعطيتهم انك ما توفيهم حقهم. ما توفي ما اخبر في قصه صحابي وما ادري يمكن انت ادرى مني بها.